السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا نتوجد الآن دوار أزر في الليل، واللي الفرعية ديالو كتواجد بوسط الود أيضا، والتي توجد في خطر حادق من كل جانب، وبعد العديد من الشكايات والمراسلات حول وضع حاجز للفيضان هنا، لكن للأسف دون جواب. ما كتشوفوا دابا هذا هو الواد، بالنسبة لمساحة ديال الفلاحة، هما صاحب الفلاحة وضعت لهم الحاجز ديالهم. أما بالنسبة المدرسة اللي في خطر كبير، راه ما كاينش، هاد كيما كتشوفوا دابا ها هو الواد. الواد الا جا كيطلع من هنا التل حدا الباب لهيه، وهاد الجهة عاوتاني اللي هي اكثر خطورة، الفيضانات الاخيرة ها هما الخسائر ديالهم، ها هي ودي الفرعية، هي مجموعة مدارس الددرار، فرعية أزر في الليل، وهالواد بينو وبين السور تقريبا شي 2 متر ونص أو 3 د الأمطار قاع. هو الواد غادي وكياكل في هاد الجهة هادي. هذا هو الواد، وايضا هذا العمود الكهربائي ايضا في خطر، ما كتشوفوا الان اللي بينه وبين الواد نص متر، 50 سنتيم بينه وبين الواد، عند عمود كهربائي ايضا يوجد في خطر، عند نص متر بينه وبين الواد. هاد الواد إلا جاب الله حمل مازال غيدخل من الجهة الأخرى، غيطلع من لهيه ويطلع لفوق غيضرب الباب نيشان، وهاد العمود الكهربائي سيكون في خبر كان. إذن هذا هو الواد من زاوية أخرى، جاب الله واد حمل حمولة أخرى سيدخل من هنا، من هنا يدخل، من هنا إلى المدرسة ديريكت. الفيديو من الزاوية الأخرى، هو الواد من هنا، هو الواد الفرعية، هو الواد من الفوق، ها هو الواد قداش، وهالدراسة هو الواد، هي المدرسة. من كل شي خطر، العمود بينو وبين الواد 50 سنتيم، هو في خطأ. أتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه الإخوان لكي يصل للمسؤولين. لكي يتحركوا قبل فوات الأوان. الواد المدرسة. هالواد باب المدرسة، س
السلام عليكم ورحمة الله.